السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزلف لو خدنا ونرجعي. الموضوع هذا فيما يخص هذه الأيام، العصيبة التي يعني كثر فيها الوباء في الجزائر، رغم يعني الأرقام الغالطة التي يأتي بها الإعلام الكاذب، لكن مهما يريدون إخفاء الحقيقة، الحقيقة دائما تظهر في الآخر. كما يقول لك، ما يدوم غير الصح. بكري كنا نقولها، ما يدوم غير الصح. لذا يعني بعض المرات ترى بعض الأشياء لا تخدم، لا المجتمع ولا الإنسان كإنسان ولا الجزائر كجزائريين. ترى مثلا بعض الناس تنتقد أشياء وهي في الولادة. كيف تحكم على طفل وتقول أنه سيكون مجرم أو أنه سيكون دكتور في المستقبل وهو مولود في شهره الأول؟ لماذا تحكم عليه أنه سيكون مجرم؟ ولماذا لا تقول أنه ممكن أن سيكون دكتور وتؤكد على هذه الكلمة؟ لأن قصدك ظاهري ومبيت، وأنك خادم، خادم الفساد، خادم الفساد، ولا تحب الخير لبلدك. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن بعض الأبواق، تأتي وتعمل فيديوهات على ماذا؟ ليس على قول الحقيقة، لا، على محاولة إطاحة، ب أو قتل طفل بريء اللي هو كريو. كريو كما يعلم الجميع ليس له مقصد في تسيير البلاد، وإنما محطة لبناء مجتمع سياسي حقيقي. أعضاء الكريا ليس لهم طمع في تسيير الجزائر لمرحلة ما، إنما يكون في بريزيونديوم، اللي هو خارج منبع من طرف كل السياسيين والأحرار الجزائريين الذين يريدون الخير للجزائر. وإنما من لا يريد الخير ذاك ظاهر، يعني هم من فاسدون، من يتكلمون عن الديمقراطية، كتبون وغيره. جاء البارح يتكلم عن الديمقراطية ولا يعرف معناها. ديمقراطية يا سيد بون، أنه من يضعك هو الشعب، وأنت لم يضعك الشعب، إنما اختارتك العساكر. فلماذا تتكلم عن الديمقراطية؟ هل تعرف معناها؟ ديمقراطية يعني ينتخبك الشعب، هتعلم ذلك. ديمقراطية أنك تقوم دولة العدالة ولم تذكر العدالة والقانون. لماذا؟ لأنك أجرمت في حق الجزائريين. إذا كان على الفساد فأنت فاسد، وإذا كان على التزوير فأنت مزور، وإذا كان القانون فقد خرجت ابنك من السجن وهو ظالم وفاسد. إذا كان القانون فأخرجت سعيد بوتفليقة من السجن وتوفيق من السجن. تتكلم عن الديمقراطية؟ ديمقراطية يحكم فيها القانون، ليس الحاكم الفاسد الذي يتجرأ ويقول أنه سيقوم بديمقراطية حقيقية. من يقوم بالديمقراطية حقيقية لازم يكون
شرعي، لازم يكون شرعي من اليوم الأول حتى يعرف تطبيق القانون، حتى يعرف تطبيق الديمقراطية، ويحق له الكلام في الديمقراطية. أنت لا يحق لك الكلام على هذه الأشياء لأنك لم تنبع منها، لازم تكون منبوع منها حتى تستطيع التكلم عليها. لكن المحتوى هذا تعتبون، هذا مقطوع أريد أن أقوله، لكن فيه فيديوهات تخرج الآن من طرف الناس في اليوتيوب هم ضد الثورة، ضد الجزائريين، ضد الأحرار في الخارج، ضد كل من رفع صوته قال لا للظلم، قفوا هنا، هذا حدكم. هذو جاءوا يتكلموا الآن في فيديوهات، لكن من المذلة والخبث أنهم في الجزائر ويريدون حماية السيستم بوغي أون ألجيري، السيستم الفاسد، فساد السيستم تبوني، يريدون حمايته لأنهم مدفوعون الأجر، مدفوعون الأجر وأبناء حركة. وأقول لك لماذا أبناء الحركة؟ لأن الاسم على مسمى، اسم تشانل ذا بتاع الإنسان هذا الخبيث اسمه لينوفو حركي، هذا الشانل تاعه لينوفو حركي بلوريال، لينوفو حركي هذا هو الشانل تاعه، ويسمي نفسه أنه جزائري ويدافع عن الحاكم الطاغي. لماذا تدافع عنه إذا لم تكن من جهازه، من أحطه، من أقام له جمال؟ لماذا لا تري صورتك؟ كإحنا نرى صورتنا، أنا مختار صحراوي من الاستازوني، وري وجهك. تقول أنه عندك مشاكل في الانترنت، لا، أنتم من تعطى لكم الإمكانيات، لكن لا تريد إظهار صورتك في الانترنت، ما تبغيش توري نفسك وانت جالس. لأن الإنسان اللي ما يكونش ظالم وما يخافش، ما يخافش لأنه يقول الحقيقة، ما يخافش. لكن أنت وسخ كما يقول لك اللي جيش زيبشية، صحابي اللي نعرفهم دكاترة يقول لك أنت وسخ، سيتوال جو الحركي. الحركي لماذا تدافع عن السيستم كنا غيام في بور الجيري؟ تقول أن تبون حيعمل، وحتى لو يجي بالذهب، من أين يأتي الذهب؟ بالذهب، وهو من سرق الذهب، سرق الجزائر، سرق 300,000 سكن أموالها، سرقها. من أين يأتي بالذهب؟ وأنه ابنه تاجر مخدرات، من يجي الخير؟ من يجي الخير؟ منك أنت يا لينوفو حركي، هذا اسمك، ومسمي نفسك كاسباس وصون دو وكالكشوز كومزا 72، من لك ما تعرف من القصبة والو، لأنك ابن حركي. إلا ورينا اسمك الحقيقي، نعرفو نجبدو، نجبدو اسمك. لو كان تعطينا اسمك نجبدو من أنت وابن من، إذا كان بوك حركي ولا لا. لكن هذو هما أولاد الحركة، مدفوعين الأجر، يدافعون على الحاكم الفاسد لأنهم مأجورون. ويتكلم على الكورية ويقول أن طريقة التاريخ، طريقة خريطة التاريخ للكورية، أنها فوتوكوبي، كوبي أند بيست. أنت أغبى من الغباء، لأن ما عندكش الجرأة أنك تأتي بمثل هذه الأشياء. لا تفكر، ليس لك بفكر، ليس متفتح العالم، لا تعرف ماذا تريد في هذه الحياة، وأنك عبد للمخابرات ولتبون ولغيره من الجنرالات. احنا لدينا دكاترة في القانون، دكاترة في القانون الدولي، لنا هنا دي جوج، هنا دي زافوكا، هنا دي دكتور ديتا. لما نريد شيء نعمله، أردنا أن يكون لنا فيسبوك بطريقة تانية عملناه. On a le plus grand tech du monde فيما يخص الإعلام الآلي. أنت من أنت؟ من أنت؟
أنا لا أتخيل أنه يكون إنسان على وجه الأرض مثلك، فاسد، كاذب. تقول أن خريطة الطريق أن أتينا بها فوتوكوبي ولا كلشوسكم، أتي بمثلها، أتي بمثلها، وقول أننا أتينا بها من العراق أو من الهند أو من الصين. لقد قاموا بها دكاترة وسهرنا عليها شهر أو أكثر من ذلك، لأننا نريد الخير للجزائر، حتى لا تقوم علينا الحجة أننا نريد الحكم. لا نريد الحكم، نريد الجزائر أن تحكم من طرف الشعب، من طرف أبناء الشعب، ليس من طرف الفاسدين مثل تبون وقايد صالح. وبوتفليقة وأخوه وغيره، لكن أنت ما تذكرش هذا الناس، احنا نذكرهم، نذكرهم ونذكرك يا لينوفو حركي، هذا هو اسمك، اسم على مسمى. لا تذكر هذا الناس وتضع تبون على أنه النبي المرسل الجديد. الجزائر الجديدة ستقوم، وإذا كنت رجلا فأري وجهك وصورتك حتى يعرفك الشعب الجزائري، لأن الخبيث خبيث يتخبى، دائما يتخبوا من دغير الغيدو. هذا الناس عمرهم ما كانوا أمناء. تكلموا على الشباب، ماذا فعل تبون الشباب؟ ماذا فعل تبون في هذه المحنة كورونا؟ ألم يقتل الشباب؟ قتل الشباب وسجن الشباب واعتقل الشباب في هذه المحنة. في هذه المحنة مفروض يطلق السجناء أحرار الذين لم يرتكبوا أي جريمة. فتبون التعك هذا الذي تدافع عنه وتظن أنه سيصلح الجزائر وسيفسدها كما أفسدها لغيره، وأنه لا تام في سياسة بوتفليقة، وعاهد الله على ذلك، على الفساد. فأنت تأتي وتدافع عنه، أنت لست برجل، لست برجل ولن تكون رجلا، لأنك ما تقوله كذبا في حق كل إنسان ثوري، في حق أي إنسان دافع الجزائريين. تتكلم عن الياس، لا تستطيع قول كلام الياس، وحتى كلمة من كلماته لا تستطيع أن تقولها في هذا الحكم الظالم، لم تتقلها حتى في الميت في القيد صالح، لا تستطيع القول الحقيقة فيه. لكن بما أنك مناوئ، مناوئ وتابع لسياسة خامجة، سياسة أدت بنا إلى أسفل بلدان العالم، تتكلم على الإنترنت وأنتم من دمرتوها مع وزيرة العار، تتكلم على الإنترنت وأنت مختفي وراءها. المفروض الفيديو تعمله، لو كان كنت صادق مع نفسك توري صورتك، لكن لا تريده، تريد اخفاء وتخفاس، تريش توري وجهك، تريش وجهك لانك جايح، جايح عن لاش. وحركي ابن حركي، لذا تشانل تاعك اسمه لينوفو حركي، انت من ابناء الحركة الجدد، الجدد في الجزائر. تريد إعطاء اسم لك نفسك وتتهم حركة الكرية وتقول أنهم خوانا. خوانا لمن؟ خوانا، خوانا أنهم قاموا ضد الحاكم الطاغي من كلهم، من 62 وتعال. كل إنسان خائن خان الثورة، كل إنسان فاسد سرق المال العام، كل جنرال تآمر على الجزائريين ونهب أموال الجزائرية، منهم القائد صالح. حتى ستستطيع التكلم عن القائد صالح يا لينوفو حركي، أنت منهم. لكن الجزائر إن شاء الله ستقوم بقيام الكرية، الكرية حامل الشعب، حامل سياسة الشعب المستقبلية، ليس حامل الخونة مثلك وتبون. تريد الدفاع عن تبون دافع، لكن كونك على الأقل تكونش تشنقلة، كومون ديخ احنا في الجوي هوارن، تكونش تشنقلة
في رجل تبون، واجه بوجهك وكون قول أنا راجل، ووري صورتك وظهر. لازم يعرفوا الناس الجزائريين إخواننا في الجزائر، هذا الخونة والكاذبين والذين يريدون إنقاذ هذا النظام الفاسد دائما يختبئون وراء شاشات لا يرين وجوههم، لأنهم عندهم شجرة تاع رجال ولم يكونوا رجال يوما ما، لذا تراهم يعني يختفئون وراء كاميرات. يقول لك أنه عنده مشاكل مع اليوتيوب، ستكون لك مشاكل دائما مع اليوتيوب ولن تري وجهك لأنك خبيث، وتعرف أن يوم فيه يوم حساب، إذا ما كانش على الأرض يكون في السماء، لأن الحق حق ويرجع دائما لأصحابه، وأصحاب الحق هو الشعب. هذا اللي كنت باغي نقوله فيما يخص هذا لينوفو حركي، هذا الذباب لكن الذباب المدفوع، ذباب الذي يقف مع الظالم ويريد تبرئته من أي جريمة ارتكبها مهما كانت مالية أم فساد أخلاقي أي حاجة، لكن يريدون حماية هذا النظام. يقول لك خلوا هذا النظام يشتغل، خلوا تبون يشتغل، كأنه كان شرعي هذا تبون، كأنه هو الذي أقام العدل في الجزائر، وإنما هما عصابة مافيا ولها أبواق حتى في اليوتيوب في أي مكان. لازم يعرف الشعب هذه، وتحيا الجزائر ويتحيا الشعب الجزائري وفقط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.